وبعد تعديل القانون 114 الخاص بتنظيم الشهر العقاري واللي تمت الموافقة على التعديلات دي في مجلس النواب، البعض لسه بيسأل ايه هي خطوات تسجيل العقارات بالشهر العقاري طبقا للتعديلات الجديدة. عشان كده احنا معانا عبر الهاتف الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري عشان يوضح لنا. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذه بسام. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الخير على الساده المشاهدين الكرام. صباح الخير يا صباح الخير على حضرتك. يعني في البدايه ايه اللي تم تعديله في القانون 114 وايه اسباب تعديل القانون اصلا من الاول؟ طيب لما نتكلم اولا عن اسباب تعديل القانون، نقول فيها يا فندم احنا كان عندنا الثروه العقاريه 90% اكثر من 90% من العقارات مصر غير مسجله. طيب غير مسجلة ليه؟ عزوف المواطنين عن التسجيل نتيجة ايه؟ نتيجة امرين بحثنا هذا النقط بناء عن توجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه القيادة السياسية الى تعديل احكام القانون 114، والهدف منه انهاء ازمة التسجيل العقاري في مصر وتغيير الرؤية السلبية نحو المواطنين، نحو الشهر العقاري ونحو اجراءات الشهر العقاري. الهدف المنشود لهذا القانون ان انا احول العقارات الغير مسجله في مصر الى عقارات مسجله. طيب آلية تحويل طب دكتور جمال معلش يعني واحدة بس عشان حضرتك يعني زي ما حضرتك ذكرت كده ان الموضوع كان فيه بحث شديد ليه. قلت ان في سببين كانوا وراء عزوف المواطنين على التسجيل، ايه هما السببين دول الاول؟ السببين بطء في الاجراءات من جانب الاعضاء والموظفين والجمهور، ده حاله. الحاله الثانيه ودي اخطر نقطه، طول الاجراءات والنصوص القانون الجامده. صحيح. هقول لساعتك، يعني لما يجي لي نص ماده في القانون وهي الماده 24 بتقول مده الطلب سنه يجوز امتدادها مدة أخرى، يبقى مدة الطلب في الشهر العقاري سنتين. نعم. طب السنتين دول يعني أنا أقعد أخلص في الطلب سنتين؟ أه القانون بيقول كده. طيب إيه الحل؟ نلغي هذه المادة ونشيل هذه المادة نهائي من القانون اللي هي المادة 24 من القانون. صحيح. اللي هي مدة سنتين، وندخل تعديل جديد بمادة جديدة تقول إيه يا فندم؟ مدة الطلب 30 يوم، لا يجوز إنها تزيد عن 37 يوم. نعم. أنا اتفضلي. دكتور جمال، يعني احنا بقى عايزين، احنا مع حضرتك ومعانا وقت وكل حاجه، عايزين نبسط المعلومه على قد ما نقدر للمشاهد. ايه العقارات اللي متاح تسجيلها طبقا للقانون بعد تعديله؟ ايه هي العقارات؟ يعني مثلا لو منطقه ما فيهاش عقارات مسجله، ازاي يجي المواطن يسجل وايه الاجراءات المطلوبه؟ شوف يا فندم، الاجراءات جميع العقارات جمهوريه مصر العربيه اصبحت بهذا القانون قابله للتسجيل. ما فيش عقار غير قابل للتسجيل دلوقتي. هايل. اي عقار في جمهوريه مصر العربيه من شمالها لجنوبها لغربها لشرقها قابل للتسجيل ايا كانت المنطقه. ايا كانت المنطقه. ايا كانت المنطقه. وتم وضع، يبقى دي اول نقطه حضرتك. انا ليه بسال حضرتك؟ لانه في بعض المناطق غير مسجله اصلا، فاهم قصدي؟ ما يا فندم هو القانون ده اتعمل ليه؟ اتعمل لتحويل هذه العقارات الغير مسجلة أو اللي كانت غير قابلة للتسجيل في يوم من الأيام إلى عقارات مسجلة وعقارات قابلة للتسجيل. يبقى أنا حولت جميع هذه العقارات الغير مسجلة إلى عقارات مسجلة. وكل مرحلة وكل عقارات لها إجراءات، وكل تعامل له اجراءات. طيب يعني احنا كده اتفقنا يا دكتور ان كل المناطق التي كانت لا تنطبق عليها الشروط الخاصه بالتسجيل اصبحت الان نقدر نقول تحت طائله هذه الماده من القانون ويجوز تسجيلها. ايه بقى الاوراق المطلوبه مني كمواطن عندي سند ملكيه او عندي ارض او عندي عقار اسف وعاوز اجي اسجله في الشهر العقاري؟ شوف يا فندم، احنا معالي وزير العدل وضع نماذج لكافة الحالات اللي يمكن التسجيل بها، مع كل الحالات مش متشابهة مع الآخرة. نعم. في حالات ناس معها أحكام صحة توقيع، في ناس معاها حيازة 5 سنين، في ناس معاها حيازة 10 سنين، في ناس معاها أحكام صحة ونفاذ، في ناس معاها توكيلات، في ناس معاها وضع يد. وضعنا يا فندم تصور لكافة التعاملات التي ممكن تصار بشأن هذا القانون، وعملنا نموذج معين. يبقى كل مواطن هيستلم النموذج اللي بينطبق على الحاله بتاعته. نعم. ومحدد فيه الطلبات اللي هو هيقدمها.
يبقى كل مواطن. طب حضرتك قلت في اكتر من نموذج، هل النماذج دي متاحه على سبيل المثال على الانترنت؟ يعني مش لازم ان انا اتردد على الشهر العقاري عشان اشوفها لسهوله بقى وتيسير على المواطن؟ مطبعه وزاره العدل قامت بالفعل بناء على توجيهات معالي الوزير بطبع كافه هذه النماذج، وسوف يتم تداولها. انت تعرف حضرتك ان مده القانون 60 يوم من تاريخ صدوره. طب خلال اسبوع سوف يتم الاعلان من صدور هذا القانون، سوف يتم الاعلان عن كافه النماذج على كافه المواقع الالكترونيه، على كافه وسائل الاعلام، سوف يتم الحشد لهذا القانون بكافه ادارات المصلحه وبكافه قطاعات وزاره العدل، اعلان كافه المجتمع عن النماذج على اساس ان كل مواطن هيستطيع ان هو ينظم وقته وينظم اوراقه قبل العمل بالقانون. دكتور على دكتور جمال، دلوقتي عايز اسال حضرتك عن حالتين كده، يعني لو أنا اول حاجه لو العقار مش مسجل وانا عايز اسجل الشقه بتاعتي، هل ده متاح؟ وتاني حاله عايز اسال عنها وضع اليد. يا فندم القانون ده جاء لحل هذه الثغرات وهذه المشاكل. لو العقار غير مسجل والوحده الرغب العميل في تسجيل وحدته لا يشترط تسجيل العقار. هي الحيازه الهاد المستقره 5 سنين في العقار او في الوحده اصبح طريق من طرق نقل الملكيه. القانون يا فندم اتعمل على اساس بحث. فاهمين يا فندم، فاهمين انا. اوكي طيب، هل تم تحديد قيمه معينه للتسجيل؟ لا لا يا فندم، قانون الرسوم من 2006 لم يتم المساس فيه ولم يتغير. القانون ده خاص التعديلات خاصه بقانون اجراءات الشهر العقاري اللي هو القانون 114، انما قانون الرسوم لم يتم المساس فيه. عندي 500 جنيه حد ادنى وعندي 2000 جنيه حد اقصى، وسوف يتم الاعلان عن كافه كل هذه القوانين على المواقع ان شاء الله رب العالمين بمجرد صدور القانون. يعني الحد الاقصى تاني ناكد على الساده المشاهدين 2000 جنيه. الحد الاقصى 2000 جنيه اذا كانت ده اي عقار ايا ما كانت المساحه. ايا كان العقار انت عندك سعادتك من 2000 جنيه من طيب. دكتور الصفحة. دكتور في فرق ما بين الوحده السكنيه، يعني بتكلم على العماره نفسها، والشقه. كلاهما يعني زي بعض 2000 جنيه هنا او هنا؟ زي بعض. لو كان التعامل على شقه يبقى ببحث لمسطح الشقه، مسطح الشقه قد ايه؟ نعم. لو كان بتعامل على العقار يبقى ببحث عن مسطح العقار، يبقى على حسب نوع التعامل. وفي الاثنين ال 2000 جنيه ولا في ازيد؟ حد اقصى الاثنين ال 2000 جنيه حد اقصى. الاثنين حد اقصى 2000 جنيه، يعني احنا بناكد على السعر عشان يبقى في خطوه او حافز تشجيعي للمواطن عشان خاطر يذهب ويسجل العقار بتاعه. طيب التسجيل بيتم ومربوط بالرقم القومي؟ نعم. التسجيل مربوط بالرقم القومي؟ لو تفتكر احنا كنا بنقول ان احنا عاوزين نعمل زي ارقام كده لكل عقارات ويبقى عندنا داتا خاصه بالعقارات اللي موجوده كلها. ما هو التسجيل مرتبط بالرقم القومي، من عشان ادي رقم قومي للعقار لازم يبقى عندي بيان معلوم عن الشقه او الوحده او العقار. فانا بسجل ومجرد ما بسجل بحصر هذه التسجيلات وبمنحها ارقام قوميه للعقارات. يعني اقدر اقول ان دي خطوه علشان خاطر اقدر ان انا اعمل الداتا بيز بتاعتي او اعمل البنيه المعلوماتيه بتاعتي. انا عايز تبقى عندي الداتا عشان لما ادي رقم قومي للوحده او العقار يبقى عندي الداتا بتاع هذه العقار. فده الطريق الشرعي لمنح العقارات او الوحدات الرقم القومي للعقارات. عشان انا دلوقتي داخل على مرحله جديده وهي مرحله التحول الرقمي، وداخل على مرحله جديده وهي مرحله الجمهوريه الجديده. المرحلتين دول لازما في خلال خطه مصر 2030 وخطه التنميه المستدامه بنقل مصر نقله اجتماعيه نحو التحول الرقمي. طيب لازم يبقى عندي داتا طبعا معلومه للعقارات عشان احول هذه الداتا الى رقم قومي للعقارات. طيب في مصر انا دلوقتي مواطن اشتريت شقه، محتاج يعدي وقت قد ايه على العقد بتاعي عشان اسجله؟ دي حاجه. تاني حاجه، هل محتاج اعمل صحه توقيع للعقد ولا لا؟ شو يا فندم، احنا عندنا الحالات التي سوف تنطبق عليها حيازه هادئه مستقره 5 سنين من تاريخ الاقامه في العقار او الوحده بنء الملكيه، مع حكم صحه توقيع، مع ايصال كهرباء، مع ايصال غاز، مع اي شهاده ميلاد اولاده في المكان، ده طريق من كل هذه الوقائع. وقائع ماديه هنقل بها ملكيه. يبقى انا باخد 5 سنين من تاريخ
الإقامة أو نشأة الحق. طيب دكتور، يعني وإحنا داخلين على الرقمنة زي ما حضرتك ذكرت، نقدر نعرف إجمالي عدد العقارات المسجلة في الشهر العقاري حتى هذه اللحظة؟ النسبة عندنا في تسجيل عقارات جمهورية مصر العربية ما بتعديش نسبة من 5 لـ 7% من عقارات جمهورية مصر العربية مسجلة، ودي نسبة ضئيلة جدا 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 يا فندم، جدا جدا جدا. وعشان كده شرع هذا القانون وشرع هذا التعديل للقضاء على أزمة تسجيل العقارات في مصر. أنا كان عندي أزمة فعلا، أزمة حقيقية، أزمة غير عادية. طب أنا النهاردة عايز أروح أشتري بقى عقار بالكامل، أعرف منين العقار ده مسجل؟ يتم البحث عن العقار في سجلات الشهر العقاري. أنا عندي سجلات الشهر العقاري، بيقدم على شهادة التصرفات العقارية، بيطلع إذا كان العقار ده مسجل أو غير مسجل. عندنا داتا كاملة في مكاتب الشهر العقاري وحصر كامل بالعقارات المسجلة. بس احنا بنتمنى يا دكتور جمال بقى، وحضرتك بتقول رقمنا، ان يبقى الداتا الكاملة دي مش موجودة في الشهر العقاري، يبقى في ويب سايت كده او موقع اقدر ادخل من عليه بسيرش. في عندنا موقع، في عندنا موقع وزارة العدل، واقدر من خلاله ان انا اعمل بحث او سيرش على الموقع، بتعمل عن طريق سعادتك. بس الاشتراط هنا انك انت تعمل بحث، يكون معاك رقم العقار ورقم تسجيله عشان تستدعي العقد المسجل بتاع العقار. جميل جدا، ده هايل. احنا داخلين يا فندم عندنا دلوقتي على بوابه مصر الرقميه ومنصه مصر الرقميه 20 خدمه يجوز ان المواطن يتعامل بها اونلاين ومن منزله، وتصل الخدمه حتى عقر داره. طب معلش انا هروح برضو لنفس النقطه دي، الموقع ده هو البوابه الموحده، البوابه الحكوميه ولا حاجه خاصه؟ لجميع الخدمات. لجميع الخدمات، يعني اقدر ادخل عليه من خلال البوابه الالكترونيه الموحده، البوابة الإلكترونية الموحدة منصة مصر الرقمية، تستطيع أن ساعتك بتتعامل من خلالها عن خدمات الشهر العقاري. هتلاقي ساعتك العشرين خدمة بتاعتنا موجودين، أي خدمة ساعتك أنت محتاج تدخل فيها تدخل فيها، والخدمة توصل لساعتك ويتم الدفع إلكتروني، ومفيش مشكلة في أن الخدمة توصل لساعتك أو الإجراء المطلوب يوصل لساعتك في المكان اللي ساعتك بتحدده. صحيح. كل الشكر ليك دكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، على هذه المكالمة القيمة.